وصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي. صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين وثقلين. محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. محمد سرور كونين جن وإنس هم بہتر خلق دو عالم سید عرب و عجم. آپ ہیں حضرت محمد سرور ہر دو سرا. آپ ہیں عرب و عجم جن و بشر کے پیشوا. دو جہان آدائے سرور او محمد محترم. جید تاب جن تے آدم سب عرب تے سب عجم. مولايا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولايا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحيم. او حبيب استوز دارم چشم التفاق در بلائے ناگہانو در جمیع حادثات. آپ ہے محبوب حق اور شافع روز جزا. ناگہانی آفتوں میں آپ کا ہے آسرا. اے حبیب ہر مصیبت والدی امید دا. اے شفیع ناگہانی آفتاں کیتے پناہ. مولايا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولايا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمام. إكرام طرز خلقت من ندار ملتجا. جست در وقت قیامت نیز در افتادها. اکرم المخلوق مانگوں اور میں کسے پناہ. حادثات عام میں ہیں آپ میری تکیہ گاہ. اکرم المخلوق تے بن کون ڈیندہ ہم پناہ. ہر مصیبت عام و خاص چ تو مینڈی تکیہ گاہ. مولايا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولايا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فإن من جودك الدنيا ودرتها. فإن من جودك
اللوح والقلم دنيا هست از جود تو دا آخرت از تو کرم از علوم توست علم لوح نیز علم قلم بے شبہ دونوں جہاں ہے آپ کا جود و کرم علم کل ہے آپ کا اور جزو ہے لوح و قلم اے جہاں تے او جہاں ڈو ہے تیڈا جود و کرم آپ دے کل علم دا ہک جزو ہے لوح و قلم مولا یا صلی و سلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم مولا یا صلی و سلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم یا ربی بال مصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم